يقول: لقد قمنا بأداء فريضة الحج العام الماضي، وكان من المفروض أن نحرم من أبيار علي، ولكننا لم نتمكن من ذلك وأحرمنا من مكة، فما الحكم في ذلك؟ علما بأني أديت الفريضة مع زوجتي وأخي مع زوجته، فإذا كان هناك حكم فهل أؤديه عن أخي وعني، أم هل يؤديه هو عن نفسه وعن زوجته، علما بأنه غير موجود بالمملكة؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الإحرام من الميقات لمن أراد الحج أو العمرة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وذكر تمام الحديث. وهذا الخبر خبر بمعنى الأمر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة الحديث. وعلى هذا فلا يحل لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز الميقات بدون إحرام، فإن فعل وتجاوز الميقات بغير إحرام وأحرم من مكة أو مما بين مكة والميقات، فعليه على ما ذكره أهل العلم فدية يذبحها في مكة ويفرقها على المساكين. والفدية شاة أنثى من الضأن أو ذكر من الضأن أو أنثى من المعز أو ذكر من المعز. وعلى هذا فيجب على هذا السائل على نفسه شاة، وعلى زوجته شاة، وعلى أخيه شاة، وعلى زوجة أخيه شاة. وإذا كان أخوه وزوجته خارج البلد فلا حرج أن يبلغهم بما يجب عليهما، ويوكلاه هو في أداء الواجب عليهما من الفدية، لأن التوكيل في مثل هذا جائز. نعم، بارك الله فيكم.